وسلم بالنسبة إلى ما نريد أن نتكلم حوله ثلاثة أشياء: إسقاط الحواجز الجغرافية، يعني أن الجزيرة العربية التي بعث فيها الرسول كانت غير اليمن وغير البحرين وهكذا. الرسول أسقط هذه الحواجز، يعني أنه كان بين قم طهران حاجز، الرسول أسقط. أنت إذا كنت تريد الذهاب من طهران إلى قم أمامك حاجز، لأنهما بلدان وحكومتان وشعبان، ثم أسقط الحاجز. بل الحواجز كانت أكثر في زمن الرسول في نفس الجزيرة، القبائل لهم حواجز. هذه أرض بني تميم لا يدخلها بنو كلاب إلا بإجازة، وهذه أرض بني زهرة لا يدخلها بنو هاشم إلا بإجازة، لأن كل قبيلة كانت مستولية على قطعة أرض وهي حاكمة، لا يدخل لا يخرج إنسان إلا بإجازة تلك القبيلة. الرسول أسقط هذه الحواجز. الشيء الثاني، الرسول أسقط الحواجز النفسية. هذا من قبيلة بني زهرة، لا يتزوج من بني تميم، وهذا قبيلة بني تميم لا يتزوج من بني كلاب، وهذا قبيلة مثلا مرة. القبائل المرتفعة منخفضة، بعضها مرتفعة بعضها منخفضة، فكانت بينها حواجز نفسية. هذه الحواجز الرسول أسقطها. الأمر الثالث، الرسول أسقط القوانين الجاهلية في بيعهم في شرائهم في زواجهم، في كانت لهم قوانين، الرسول أسقطها، فصارت القوانين إسلامية. الحواجز النفسية أسقطها، الحواجز الجغرافية أسقطها، الحواجز النفسية أسقطها، القوانين الجاهلية أسقطها. هذه الأمور الثلاث، والآن كلها موجودة. أنت تريد تذهب إلى العراق، أمامك حاجز، شرطة، مخفر، جمرك، مدخل، مخرج، ويزا، إجازة، جنسية، هوية، يعني وايد الحجز النفسي بين العراق وسوريا، بين سوريا والأردن، بين الأردن ومصر، بين مصر وليبيا، بين ليبيا والسودان، بين هذه البلاد والذات،
بين باكستان وأفغانستان، بين أفغانستان وإيران، بين إيران والخليج، الحواجز أعيده. يعني الثلث مهمة الرسول. الحاجز الثاني وهو الحاجز النفسي أيضا أعيد. هذا عربي، هذا عجمي، هذا هندي، هذا تركي، هذا مصري، هذا سوري، هذا فلسطيني. الحواجز النفسية أعيد. الآن أنت في العراق أنت أجنبي، العربي في الخليج أجنبي، السوداني في ليبيا أجنبي، يعني شنو؟ يعني الحواجز النفسية أعيدة. القوانين الكافرة والتي كانت في الجاهلية أيضا أعيدة. بما فيها إيران، جمارك أكو وماكو، أكو ضرائب أكو وماكو، بالنسبة إلى المعامل، بالنسبة إلى كذا، بالنسبة إلى كذا، ألوف القوانين المخالفة للإسلام جاءت مكانها قوانين غربية وشرقية وأهوائية، والغربية والشرقية أيضا أهوائية. لكن قد يكون نحن نستورد، قد يكون حسب هوانا نضع. يعني مهمات الرسول الثلاث كلها تعظمت، ولذا تشوفون سعادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفك، يعني كأن الشارع قد كذب. ولذا ترون من نتائج ذلك الاستعمار، الاستثمار، تبضع البلاد الإسلامية قطعة قطعة، هناك مستولي اليهود، هناك مستولي الشيوعيون، وعلى هذا المعنى والسجون في كل البلاد ممتلئة، والمشانق في كل البلاد تشتغل، والفقر في كل البلاد إلى أبعد الحدود، المرض إلى أبعد الحدود، الجريمة إلى أبعد الحدود، لأن المصباح أطفئ، السراج المنير أطفئ. الآن السراج هنا يطفئ، يعني نحن في ظلام. الرسول شلون السراج المنير؟ يعني مثل ما هالمصباح إذا أطفئ معناه أنت في ظلام، أنت في خربطات، أنت لا تعرف أين تسير، من أمامك، من خلفك، ماذا تعمل، كيف تكتب، كيف تقرأ، كيف تأكل. البلاد الإسلامية صارت هكا الآن قد موت. العلاج ما هو؟ العلاج إعادة ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني شنو؟ يعني نسقط هالحواجز الجغرافية. كما أنت تسافر من طهران إلى إصفهان إلى قم ولا حاجز أمامك، لازم تسافر من طهران إلى بغداد إلى كراتشي إلى القاهرة ولا حاجز أمامك. لازم هالحواجز تسقط لكل 1,000,000,000. الحواجز النفسية يجب أن تسقط أيضا. العربي في إيران أهل، والإيراني في القاهرة أهل، والقاهري في الكويت أهل، والكويتي في باكستان أهل، والباكستاني في الهند أهل، مو أجنبي. هذا ما فعله الرسول. يعني وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة ما يخليني أروح في أرض. إنما المؤمنون إخوة، إخوة، ويقول هو أجنبي وأنا وطني، وأخوة. هذه من أوليات القرآن. ثم نأتي إلى الشيء الثالث، القوانين الإسلامية يجب أن تعاد. ألوف القوانين الجائرة والكافرة الموجودة في بلادنا، سواء قوانين اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو مالية أو سياسية أو زراعية أو صناعية أو عسكرية أو إلى آخرها،
كلها قوانين الغرب أو الشرق أو الأهوائيات. يعني جماعة في مصر يجلسون يشرعون قوانين حسب رأيهم، جماعة في العراق يجلسون يشرعون قوانين حسب رأيهم، أو يستوردون من الخارج، وكل بلاد الإسلام هكذا. يعني الله يقول قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني ماكو أظلم من هذا الإنسان الذي أنا أشرع قوانين مثل قوانين الله. المسلمون شوي تعدوا من هذا، يقولون مشرع قوانين أفضل من قوانين الله. يعني الله يقول قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني قوانيني مثل قوانين الله، فكلاهما متساويان. المسلمون الآن يقولون ننزل أفضل مما أنزل الله، يقول قانون الله لا يفيد لا ينفع، وإنما القانون الذي أنا أشرعه هو القانون المفيد في كل البلاد الإسلامية. كلكم تعلمون أن الضرائب في الإسلام خمس: زكاة، جزية، خراج، انتهى كل شيء. أكو بلد إسلامي يعمل بهذا القانون؟ كلكم تعلمون أن العشر والعشار يعني الجمرك حرام في الشريعة الإسلامية، أكو هذا الشيء؟ أتوا إلى آخر القوانين الإسلامية وما أكثرها التي تريد. إذن مهمات الرسول الثلاث كلها سحقت. المصباح مو موجود، اليهود يسيطرون، البيت الذي ما فيه مصباح الحرمي يسيطرون عليه. إذا في البيت أكو مصباح وأهل البيت واعين حرمي يخاف، أما إذا ما موجود لا مصباح موجود لا أهل البيت واعين حرمي يسيطرون. طبعا إجوا بالفعل، الآن كل البلاد الإسلامية ممتلئة حرامية، إما حرامية مباشرة مثل أفغانستان، روسيا فيه مباشرة، فلسطين يهود فيها مباشرة، وإما حرامية بالعملاء، عراق حرامية موجودين لكن عملاء للحراميين الأصليين كمثال. نحن مهمتنا كطلبة هذه المهمة، يعني أن نعيد ما فعله الرسول من إسقاط الحواجز الجغرافية، من إسقاط الحواجز النفسية، من إسقاط القوانين الجاهلية واستبدالها بقوانين إسلامية حسنا. هذه هي المهمة. أما ماذا نصنع وكيف الوصول؟ الوصول إلى هذا الشيء أنا أتصور أن كل هؤلاء الإخوة الجالسين هنا هذول كلهم بعد سنة بعد سنتين بعد خمس سنوات بعد ثلاث سنوات أكثر أقل يخرجون إلى الخارج كلهم، إلى لندن، إلى باريس، إلى نيويورك، إلى بون، إلى طوكيو، إلى كراتشي، إلى كل مكان في العالم يروحون. ثم ماذا يصنعون؟ يصنعون شيئين. الشيء الأول هو التثقيف، يعطون للناس الثقافة، يعني كل هؤلاء يروحون يفتحون مكتباتهم، يطلعون جرائد، يعطون الثقافة الإسلامية. أي بلد إسلامي كفري ما تفرق في هذا الشيء، نحن مأمورين أيضا بدعوة الكفار، يا أيها الرسول بلغ. الشيء الثاني أن ينظمون، هناك تنظيم، يعني تنظيم المسلمين وتثقيف المسلمين، لأن المشكلة نشأت من عدم وعي المسلمين ونشأت من عدم تنظيم المسلمين. التنظيم قوة. الإخوة الآن من الممكن أن يقولوا من أين المال؟ الجواب: الإنسان يأتي بالمال أو المال يأتي بالإنسان؟ الإنسان يأتي بالمال. أنتوا شباب ومثقفين،
تروحون في مكان تصيرون صانع إلى مكتبة، هذا صار مال، صانع لجريدة مال، صانع لمجلة هذا مال. يعني كثير من الناس يفكرون من أين المال ويظنون أن لازم هنا يكون صندوق لهذا الشأن ويرسلهم للخارج، وكذا لا يقوم عمود الإسلام في طريقة، ماكو موجود المال، أو المال موجود بيد من لا يبذلون في هذا الصدد. الإنسان يجب أن يكون خلاقا للمال، مو أن المال يخلقه. الشخص الذي المال يخلقه هذا إنسان فاشل. السيد جمال الدين الأسدابادي الأفغاني المعروف هذا راح إلى مصر، في مصر أبعد من مصر، في قصة طويلة ما علينا بالقصة. ركب القطار، جاء تلاميذه وقدموا له كيسا من الدنانير الذهبية، قال له سيدنا تتروح ومصيرك مو معلوم أين تروح، هذا المال لك. قال لهم وزعوا هذا المال لأعمالكم أنتم، أما أنا فأين ذهبت أستخرج المال. وفرق، هو قال فرق بين الأسد والثعلب، الأسد أينما ذهب يحصل على فريسته، والثعلب هو الذي ينتظر الأسد حتى يأكل فريسه ويبقي بقية ويأكل من بقيته. قال أنا مثالي مثال الأسد. إنسان يجب أن يكون أسدا، مو أن يكون ثعلبا. مال مو موجود. ومن يهاجر في سبيل الله، آية قرآنية، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغم يعني الأرض، يعني الذي يهاجر في سبيل الله يشوف أراضي واسعة محصورة هنا ويشوف سعة نفسية. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذول العراقيين حفظهم الله لما أخرجوا من العراق كانوا يتصورون خلص بعد انتهى كل شيء، التجارة راحت، البيوت راحت، الأملاك راحت، الأصدقاء راحت، اجوا إلى إيران شنو صاروا؟ صاروا مقدي؟ بالعكس، كلهم صاروا أصحاب كسب وأصحاب تجارة وأصحاب مساجد أخنديتهم وأصحاب دور، ولعل قسم منهم 20 سنة تعب في العراق حتى حصل على دار، هنا في سنتين حصل دار تصديقا للآية المباركة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، مراغم من الرغام، الرغام معنى التراب، مراغما كثيرا. بس نفس هذا الشيء موجود في هولندا، نفس هذا الشيء موجود في أندونيسيا، نفس هذا الشيء موجود في لندن، نفس هذا الشيء موجود في نيويورك، كل مكان موجود. فالطريق إلى إعادة ما بناه الرسول، الطريق إلى ذلك الرواح. ماذا يصنعون الرائحون؟ الرائحون يصنعون التثقيف والتنظيم. لنفرض أنتم الإخوة 100 تنظيم سويتوا في العالم، 100 مجلة أخرجتوا في العالم، 100 مكتبة فتحتوا في العالم، أي موج من الثقافة الإسلامية الواقعية تتموج في العالم، أي موج. أما إنسان يجب أن يكون إنسانا ذا همة. الإمام أمير المؤمنين يقول يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحه. عندكم همم تطيرون وعندكم همم. هذان الشيء، أحد أصدقائي كان جاي من بلجيكا قبل مدة يقول أنه أنا شفت كل صحف بلجيكا، أنا عاصمة بلجيكا، كل الصحف تهاجم الإسلام. تعجبت، أي تباني من الصحف لمهاجمة الإسلام؟
تهاجم الإسلام قوانينه ما أشبه. هو فرد مدة كان ساكن في بلجيكا، الآن مو موجود في إيران، أيضا في خارج إيران. يقول حققت هذول من أيمن بع يأخذون هالتهجم على الإسلام. حققت 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 إلى أن وصلت إلى أن مقوم كل هالتهجم بهائي واحد فقط. هذا البهائي شو يسوي؟ شايف هناك يقول 40 أكو صحيفة، صحيفة يومية 40، يقول هذا متصادق ويا كل رؤساء تحرير هالصحف. شلون متصادق وياهم؟ يعزمهم على غداء على عشاء، أحيان يهدي لهم هدايا، أقلام باركر كتب ما أشبه شيء. ويقول أنا عندي اطلاع عن أخبار العالم الإسلامي، البلاد الإسلامية، مصر، إيران، سوريا، العراق ما أشبه، باكستان، فأي خبر تردون أنا أعطيكم. يقول هو يأخذ الأخبار من الراديو ويطهي لها الصحف لا أكثر ولا أقل، فيشوف شنو الخبر اللي ضد الإسلام يأخذه ويطهيه يوميا. هذا شغله، يعني كل مقوم هالأربعين صحيفة المهاجمة بهائي واحد فقط، لكن يعرف كيف تصرف. فرضوا فرد 100 واحد يعملون عمل في الطريق المستقيم ضد ذلك البهائي الذي كان يعمل في الطريق المنحرف، شوفوا أي حركة يصير في العالم. فالطريق هو الذهاب في العالم لأجل التنظيم والتثقيف، لكن هؤلاء الذين يذهبون لأجل التنظيم والتثقيف، هؤلاء الإخوة، يحتاجون إلى شيئين. الشيء الأول، أن ما دام أنتم موجودين في قم وفي إيران هسه 5 سنوات 10 سنوات 2 3 سنوات، ادرسوا 4 دروس: الاقتصاد، السياسة، الاجتماع ضد الاستعمار. هالعلوم الأربعة ادرسوا حتى تعرفوا أين مواضع أقدامكم في العالم: العلوم الاقتصادية، العلوم السياسية، العلوم الاجتماعية، العلوم ضد الاستعمارية. ضد الاستعمار يعني شنو؟ يعني بريطانيا ماذا تصنع في بلادنا؟ أمريكا ماذا تصنع في بلادنا؟ روسيا ماذا تصنع في بلادنا؟ ولا آخره. ودرسوهن. الآن ما شاء الله عندكم شباب، وعندكم قوة، وعندكم نشاط، وفيه حوزة. قسم من الطلبة يقولون لا ماكو هالدرس. كون يا أخي، ولازم أن الإنسان يطبخ له الشيء ويؤتى به إليه فيأكله. أبدا، إنسان هو يكون، إنسان يوجد، إنسان يعمل حتى يتقن. دراسة الاقتصادية، دراسة السياسية، دراسة الاجتماعية، دراسة ضد الاستعمارية، أن الاستعمار ماذا يصنع في بلادنا، كيف سيطر علينا. هذا شيء كمقدمة. وما دام أنتم هنا ومشغولين بالدراسة، الشيء الثاني أن الإنسان الذي يذهب يجب أن يمتلئ بثلاثة أشياء: الدين حقيقي يكون متدين، مو أنه يذوب في المجتمع الغربي والشرقي، لأن الدين واقع يجب أن يكون في القلب، وأنه إذا ذهب إلى لندن فذاب في الفتيات أو في المال أو ما أشبه، بالعكس يكون صلب. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن أصلب من الجبل، لأن الجبل يؤخذ منه، أما المؤمن فلا يؤخذ منه. جيب مؤمن تتمكن تأخذ منه؟ من أبو ذر تتمكن تأخذ؟ أما جيب من الجبل اقطع منه قطع. لازم أن يمتلئ دينا حقيقي، ما
مو أنه دين سطحي وفي الصلاة وفي هذا وزائد وناقص وقش عادية. الشيء الثاني أن يمتلئوا أخلاقيات كيف يعاشرون الناس، لازم يمتلئ أخلاقيات. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شنو يعاشرون الناس؟ قسم من الناس هؤلاء في بيتهم زينين جزاهم الله خير، لماذا؟ لأن زوجتهم طيبة. أما إذا كانت زوجته سيئة الخلق، لا صياح وفشار وما أشبه، هذا ما عنده أخلاق واقعي، لأنه إذا كان عنده أخلاق كان يتمكن أن يعاشر زوجته بالحسنى، ولده، صديقه، جاره، تلميذه. التم سائق ماهر، يعني شنو؟ يعني جت روحه إلى طهران بسرعة، فرد مرة فرد طفل طفر أمام سيارة. السائق الماهر ما يتكسر ولا يكسر، أما أنا سائق ماهر وأتكسر، هو أكسر الطفل، أنا مو سائق ماهر. السائق مو معنى أن الإنسان الذي في جادة مبلطة بهدوء يمشي وماكو أمامه شيء، هذا مو سائق. السائق أن يملك زمام نفسه أمام الحزاهز. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصف المؤمن يقول: وقور عند الحزاهز. الشيء الثاني أن نمتلئ أخلاقيات، والإنسان بالأخلاق يرتفع وبسوء الأخلاق ينخفض. والأخلاق مو أن تقول، وإنما أن يستشم منك. العطر هو الذي العطار يقول هذا عطر، الشيء الذي إذا أخذته استشممت رائعته. الأخلاق الطيبة مو أن الناس يقولون فلان عنده أخلاق طيبة أو أنت تقول أنا عندي أخلاق طيبة، لا أبدا، بالعكس الناس يلتفون حوله. الشيء الثاني أن تمتلئوا أخلاقيات، هذا يحتاج إلى تجربة، يحتاج إلى رياضة، لازم تمرن نفسك على الأخلاقيات، على الصبر، على التحمل، على الركف في أشغال الناس، على قضاء حوائج الناس، هذه تسمى بالأخلاقيات. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الإدارة، الإنسان يجب أن يكون مديرا. كل إنسان يصنع نفسه، كن واعظ نفسك، أو على إصطلاح بعض الأدباء التثقيف الذاتي. فالإنسان يصنع من نفسه مدير، كيف يدير الناس، كيف يعاشر الناس، كيف يقدم الإسلام، كيف يستقطب الناس حول الإسلام. مصعب بن عمير هذا جاء إلى المدينة ولا عنده فلس واحد، ما عنده فلوس، فرد مدة أخذ يعرف أن هذا مصعب في كل بيت أدخل الإسلام في المدينة، وقتل في إحدى حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير هذا كان عنده فلوس وقت اللي يجي له، شاب إدارة، كيف يوجه الشباب، كيف يجمعهم بأخلاقه الطيبة. فالرسول لما دخل المدينة رأى كل بيت دخله الإسلام ببركة هذا الشاب. هذا هو الشيء الذي يجب علينا أن نعمله. أصيح على أنه فلسطين كذا أو العراق كذا أو أفغانستان كذا، صياح إذني. إذا حقيقة أحببنا هذا الشيء يجب أن نعمل هذا العمل، ولعله نشوف إذا عملنا هذا العمل بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة، بعد 20 سنة، رأينا أن الله سبحانه وتعالى منحنا بتوحيد بلادنا ذات 1,000,000,000 مسلم، ومنحنا الحرية، ومنحنا الكرامة. قسم من الأصدقاء في كثير من الأحيان يقولون نحن لازم ننقذ العراق، أقول هذا صحيح، لكن مو عراق وحدها، لازم ننقذ كل بلاد الإسلام. مثل فرد واحد
أنه فرد جسم مبضع قطعة قطعة، يقول أنا أصلح إيده فقط، هذا مو صح، يصلح كل الجسم. وبالهمة إنسان يتقدم لا شك، وأمامنا في التاريخ القريب والبعيد أكو شكل أشياء، يعني حتى إذا عملنا هذا العمل هذا مو شيء، هذا شيء مفروض مثل صلاة الظهر. فرد واحد يصلي صلاة الظهر ويمتن، يمنون عليك أن أسلموا، هم لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، مو منا، ومنة من الله إذا وفقنا على هذا الشيء، والتوفيق بأيدينا. خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عواري، يعني أركض لا تسترد منك، الشباب عارية. شوفوا الشيوخ شبابهم كانت عارية، شوفوا الذين في المقابر حياتهم كانت عارية، شوفوا العميان بصرهم كان عارية، شوفوا الذين لا يسمعون، شوفوا الفقراء إمكانياتهم كانت عارية، إذن كلها عوارض. إنما الدنيا، شعر آخر، إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. هذا الشاعر يقول فتراكضوا خيل الشباب وحاذروا، يعني خافوا أن تسترد فإنهن عواري. إنسان ما دام عنده شباب، عنده قدرة، عنده نشاط، عنده أهلية، عنده هالأشياء، يجب أن يركض. ركض عن تعقل، عن تفهم، عن تبصر. الشعر الآخر يقول لا تقولن مضت أيامه، إن من جد على الدرب وصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.